السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي صديقاتي متابعي قناة أخوكم محسن على اليوتيوب. أرحب بكم في شرح جديد كما تعودتم دائما. نهار اليوم ارتأيت أن أقدم لكم طريقة حذف باسورد الويندوز 10. ربما الكثير منا من لاحظ بأنه منذ انطلاق الويندوز 8 والويندوز 8.1 والويندوز 10، عند تشغيل الحاسوب فإنه يطلب وضع كلمة مرور وحساب في الأوتلوك للدخول إلى حاسوبك، والكثير لم تعجبه هذه الطريقة ويحاول التخلص منها. طريقة سهلة جدا، كل ما عليك في الويندوز 10 هو أن تذهب إلى هذا المكان أو هذه العدسة هنا للبحث، وتكتب هذه العبارة نات في لويس كما تلاحظ. كما يمكنك أن تذهب إلى أيقونة الويندوز وتضغط بزر اليمين الفأرة وتختار إكزيكيتي وتكتبها، ثم تضغط على أوكي، ثم تختار هنا بيزيت لإتيليزاتور دوافون أنتخي أن نود إتيليزاتور إي أن نود باس بور أوتيليزي سيت أورديناتور، تقوم بحذفها وهكذا سيشتغل الحاسوب مباشرة بدون طلب أي كلمة سر. أتمنى أن تكون الطريقة سهلة وبسيطة. إذا أعجبك الشرح لا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك وكذا الاشتراك في القناة إن لم تكن مشترك. كان معكم أخوكم محسن، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، والسلام.